بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أبيات قلتها في المستشفى. أهلا وسهلا بالمرض، الضيف ضيف يحبب للرب. أنا لا أنسى فضلك أبدا، وإن كنت ترميني بالشهب. فمثلك كالنار تزيل خبث الفضة والذهب. ظاهرك الشر وفي باطنك كل القرب. يهاب من سطرتك كل جبار ذي حسب، ويرضى بك كل تواب ندب. فأنت المكروه وأنت المحبوب، فهذا من الأمر العجب. مرضي مرضي شكرا جيت، قلبي طهر ذنبي خفف حسن دربي. ربي فاغفر وارحم نفسي. ضاع العمر وجاء الوقت وقت التوب. عبد حائر ورب هادي، عبد ظالم ورب راحم. ارحم قلبي ربي فاقبل وارحم ضعفي. واستر عيبي نفس كربي. ثم الحقني بمحمد الهادي منتهى حبي، والمرسلين والآل والصحبي.